الإخوة والأخوات متابعي قناة القاسم للعقارات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل متابعي القناة في هذا الفيديو الجديد. هذا الفيديو اللي غنشوفوا فيه واحد المنزل مستقل، واللي هو عبارة عن دوبليكس في هذا المكان هذا اللي كتشوفوه بالضبط في حي القدس جوج، بالقرب من حي النرجس طريق صفرو. المدخل ديال هذا المنزل هو هذا الإخوان، والزنقة أو الشارع اللي كيتواجد فيه هذا المنزل المستقل كيف ما كتلاحظوا، يعني زنقة ترونكيل، مكان هادئ كيف ما لاحظتوا في بداية الفيديو. هذا الباب اللي دخلنا فيه هو المدخل الرئيسي اللي كيدخل هاد جوج ديال المنازل، واحد على اليمين واحد على الشمال كيف ما لاحظتوا. هذا هو الباب يعني الرئيسي اللي كيدخل هاد جوج ديال المنازل، والمنزل اللي ان شاء الله احنا بصدد التصوير ديالو هو هذا اللي امامنا، يعني منزل مستقل كيف ما كتلاحظوا. هو عبارة عن دوبليكس كيف ما غنشوفوا، هذا السفلي ديال الدوبليكس، هاد السفلي الاخوان فيه حوالي 80 متر، والفوقي ازيد من 50 متر زائد السطح، لان الدوبليكس عندها سطح الاخوان. كيف ما قلت لكم راه منزل مستقل سفلي وفوقي. المكونات ديال هاد الدوبليكس، ففيه بالنسبه للسفلي فيه جوج ديال البيوت وصالون وسيجور والحمام والتواليت، والفوقي فيه سيجور وبيت كبير زائد السطح والحمام والتواليت. هذا الصالون كيف ما كتشوفوا الاخوان، صالون كبير كيف ما لاحظتوا. وفي الجهه المقابله للصالون كاين هذا السيجور اللي امامنا، وكيف ما كتشاهدوا الاخوان والاخوات ان هاد الدوبليكس يعني نقي. من هنا كاين هاد البيت بيت النعاس، وهنايا كاين الحمام، حمام وتواليت، وكيف ما كتلاحظوا فراه يعني حمام كبير. لافابو وتواليت وايضا الرشاش، مزلج هذا الحمام. وهنايا كاين البيت الثاني، المحلات كلهم بالسراجم ديالهم، وهذا البيت ايضا فيه البلاكار. هذا التحت ديال الدوبليكس كيف ما شفتوا. مازال نشوفوا ان شاء الله الكوزينه، هي هذه الكوزينه،
كوزينة عندها سرجم على لاكور وسرجم على الزنقة. وبالنسبة لهاد التحت أو السفلي ديال هاد الدوبليكس، فهو جاي بروميير ايتاج، يعني لأن تحت منه سفلية، يعني تحت منه طبق سفلي أيضا، هنا هو جاي بروميير ايتاج. ومن الكوزينة كان نطلعوا الفوقي ديال هاد الدوبليكس، الدروج كاينين في الكوزينة اللي هما هادو. فوقي الإخوان في هذا السيجور هذا، كيف ما كتلاحظوا كل شيء مفيني مزيان ونقي. هذا السرجم مع الزنقة، وكيف ما كتلاحظوا الزنقة نقية وكالم. وهنا كاين هذا البلاكار في هذا السيجور هذا، وفي هذا الكولوار هذا كاين بيت كبير والحمام والتواليت. هذا البيت كيف ما غتلاحظوا بيت كبير، البلاكار ديالو وهذا البيت هذا عنده هذا السرجم على لاكور. ومن هنايا كاين الحمام والتواليت. هذا الفوقي يا الإخوان، ومن هنا كان نخرجوا للسطح. السطح هو هذا، سطح فيه هاد لابارتي مسقفة كيف ما لاحظتوا. هذا هو السطح، السطح راه يعني فيه واحد لي سباس مزيان. غنديروا واحد الإطلالة على الزنقة أو الحي اللي كتواجد فيه هاد الدوبليكس. كيف ما كتلاحظوا حي مزيان، يعني نقي هادئ. إذا إخواني أخواتي، هذا كل ما يخص هذا المنزل المستقل اللي هو عبارة عن دوبليكس، واللي كيتواجد في حي القدس جوج بالقرب من حي النرجس طريق صفرو بمدينة فاس.
بالنسبة للإخوة والأخوات اللي مهتمين بشراء هذا المنزل أو هذا الدوبليكس، فما عليهم إلا أنهم يتواصلوا معنا على رقم الهاتف أو الواتساب اللي غتلقاو على الفيديو وصندوق الوصف. الناس اللي مازال ما تابوناوش فلاشين، فضلا وليس أمرا، المرجو أنكم ديروا أبوني للقناة وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. وشكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.